السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله هنكمل بتعرف على بعض المثالات المهمة. لو كان عندي string على سبيل المثال، هذا string name وليكن يساوي وائل بهذا الشكل، تمام؟ طيب حلو كتير. أنا لو عملت كل بساطة print، تمام، كتبت name.startTwiz هاي الطريقة، حطيت هون W، شو رح يعطيني؟ حيعطيني true. الستارت ويز بكل بساطة يبدأ مع، إذا كان وائل يبدأ بحرف الدبليو حيرجع لي ترو، إذا كان وائل لا يبدأ بحرف مثلا لنفرض نكتب هون اس مثلا اي، تمام، وائل ما بيبدأ بحرف الاي فرح يعطيني فولس. إذا لما أنا كتب الدبليو رجع لي ترو لأنه فعلا وائل بيبدأ بحرف الدبليو. فالستارت ويز يعني بتشوف السترينج اللي عندك هل يبدأ بحرف الدبليو، إذا كان يبدأ بحرف الدبليو فرجع لي ترو، إذا كان لا يبدأ بحرف الدبليو رجع لي فولس. يعني لو كان هون باسل، تمام، فرح يعطيني فولس لأنه باسل لا يبدأ بحرف الدبليو، تمام. هي فكرة الستارت ويز. نفس الموضوع تماما عندي الاند ويز، لو بينتهي بحرف الدبليو حيعطيني ترو، ما بينتهي بحرف الدبليو حيعطيني فولس، فأعطاني فولس. بس لو كان باسل بآخر حرف W بهذا الشكل، أنا حطيت W آخر شيء، راح يعطيني ترو لأنه آخر حرف هو W، تمام، مثل ما شايفين، تمام. ممكن هون نكتب مثلا H حيعطيني فولس لأنه باسل لا ينتهي بحرف ال H، بس لو حطيت L، تمام، يفترض يعطيني ترو لأنه باسل ينتهي بحرف ال L، تمام. فال L يعني هون الاند ويز هو اخر حرف، بتقارن اخر حرف موجود بالسترنج اللي عندك، اذا كان اخر حرف يساوي الحرف اللي انت ادخلته داخله حيعطيني ترو والا حيعطيني فولس. هي فكره الاند ويز والستارت ويز، تمام. هي بكل بساطه الفكره منه. اخر شيء وكثير مهمه ايضا عندنا الكونتين. الكونتين من اهم الامور. بكل بساطه اذا كان باسل فيها حرف دوي، اذا كانت باسل كلمه، أو إذا كان النيم اللي هو السترينج نيم، إذا كان النيم المتغير نيم في حرف W حيرجع لي ترو، ما في حرف W حيرجع لي فولس. رجع لي فولس ليه؟ لأنه كلمة باسل ما فيها حرف W. طيب لو كتبت أنا A أكيد حيرجع لي ترو، ليه؟ لأنه باسل فيها حرف W، موجود حرف W داخل كلمة باسل، تمام؟ طيب لو أدخلت AS، كلمة باسل بتحتوي على AS، شايفين هون بهذا المكان، لو كبرنا شوي بهذا المكان في عندي AS، فإذا كلمة باسل بتحتوي على AS فرح يعطيني ترو. طيب لو أدخلت ASS، هل الASS موجودة بكلمة باسل؟ لا مش موجودة فرح يعطيني فولس، بس لما أدخلت AS حيعطيني ترو لأنه موجودة. وين موقعها؟ هذا هو AS، الحرف الثاني والثالث، شايفين؟ طيب لو أدخلت باسل، آسل لحظي يعني موجودة A S E L فلح يعطيني ترو لأنها موجودة بكل بساطة ترو، تمام. لو أدخلت باسل أكيد حيعطيني ترو لأن أدخلت الكلمة كاملة والكلمتين متطابقين. يعني بكل بساطة الكلمتين حتشوف هل السترينج نيم بيحتوي على السترينج اللي أنا أدخلته بالكلمتين. يعني مثلا ما أدخل أنا هون E L، حيروح يشوف هل نيم بيحتوي على E L، بيروح بيدور بالكلمة، لا ال اي ال فعلا موجوده حيعطيني ترو بكل بساطه. يعني الموضوع ما في داعي للشرح كثير، بس انا عم بشرح حتى يكون واضح للجميع. لو اي ال ال مش موجوده الاي ال ال فحيعطيني فولس، ما في عندي اي ال، بس لو كان هون في ال زياده كان حيعطيني ترو بكل بساطه. هي الفكره من الكونتين ومن الستارت ويز ومن الاند ويز، كثير مهمين. في عندي فكره اخيره اللي هي الاندكسد اوف. اندكسد اوف لو حطيت اي على سبيل المثال حيجيب لي رقم الحرف بالكلمه اللي عندي اياها، تمام؟ ثلاثة، شو يعني؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، إذا السترينج نيم بيحتوي على حرف الـ A ورقم الحرف بالسترينج هو رقم ثلاثة، تمام؟ هو رقم ثلاثة، لو عندي E مرة ثانية حيجيب لي ثلاثة، لأنه هو رح ياخذ أول نتيجة، بس لو أول E مش موجودة حيجيب لي رقم خمسة بناءً على، رح نبدأ العد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فرقم الـ E هو فعلا خمسة، تمام؟ بس لما بيكون عندي اثنين E حياخذ الأولى بس، حيجيب لي رقم الأولى اللي هي واحد، تمام؟ هاي هي الفكرة الرئيسية. وطبعا أنا هي بتقبل ستارت، يعني أنا ممكن أخليه يبدأ مثلا من اثنين
تمام؟ فراح يجيب لي 6. ليه؟ لان انا قلت له ابدا يعني ابدا التحقق من 2، فالصفر 1 2 ما راح يشوفون، حيبدا من هون بلشنا، تمام؟ يعني هو من هون راح يبدا التحقق، ولكن العدد راح يجيب لي اياه بناء على الكلمه كامله. هي بكل بساطه الاندكسد اوف. اتمنى يا رب الفيديو يكون واضح.